تحت التوانسة. كنا تقريبا حكينا عليه عنا مدة عنا شهير أو شهرين فيما يخص النفايات الطبية الخطيرة زادة، وهوني إضراب مفتوح لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية. الإضراب مفتوح هذا ممكن يبان غريب للبعض، يقولك ما شو دخلهم في إضراب، هاتوا نحاولوا نفهم بالضبط الأسباب. معنا الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية وليم مرداسي. مرحبا بك سي وليم. مرحبا بك سيمين، شكرا على التواصل. وانت ايضا خبير في هذا المجال وكنت حضرت معنا اكثر من مرة وكنت اشرت الى خطورة الوضع فيما يخص تجميع ونقل النفايات الطبية. اليوم المؤسسات يدخلوا في اضراب، معناها نرجعوا على الاسباب. تفضل. الكلام اللي قلناه قبل بشهرين تو ما صار منه شيء، وقتها حبينا الدولة تتحرك، حكينا على وزارة الصحة لازم تسرع، ما صار حتى شيء. يبقى من تو من نهار 15 جويلية تعلق النشاط نتاع نقل وجمع ومعالجة النفايات الخطيرة. النفايات قاعدة تقعد في السبيطارات في المصحات نتاعنا، نحكيو على 25 طن يوميا من النفايات. يعني هذا رقم 25 طن يوميا نفايات طبية. نفايات طبية، نحكيو على نفايات طبية يوميا، يعني نحكيو في هي في بلايص اللي ما يجموش يجمعوا فيها، خاطر هما النفايات الطبية يتم رفعها كل يوم عند المستشفيات، ما عندهمش بلاصة وين يجمعوا نتاع نهارين ثلاثة وأربعة. يعني الحاجة اللي باش تصير هما باش يخرجوهم، باش يكونوا في وسط الأقسام، باش يكونوا في الشارع، باش يكونوا في كونتاكت مع عباد خارجين جاي من داخل من الخارج. يعني إشكالية كبيرة خاصة مع البرباش اللي يتعداو من غاديك، خاطر تو قاعد يحطوا النفايات خطرة يحطوها مع النفايات غير خطرة، يتحطوا مع بعضهم يتحسبوا لكل نفايات خطيرة. دونك يجيو البرباشة يمسوا حلو شكاير، يعني باش يكون فما خطورة كبيرة على الوضع البيئي تو في البلاد. بربي سي وليم، باش المواطن اليوم، خلينا تو الرأي العام اللي هو زاد لازم يفهم بالضبط ممكن خطورة الموضوع. كيف نقولوا 25 طن يوميا، شنو معناتها بالضبط؟ شنو تأثير هذايا على المحيط وعلى اليوم متاع المواطن؟ بتو نحن الشركات اللي عندنا تسعدهم يهزوا في حوالي 250 ما بين مستوصف سبيطار وهيكل يعني صحي، ونزيدوا عليهم 50 كلينيك. هذوما الكل وبعد سونتر دياليز ولابوراتوار كلهم يعني مستنسين، كل واحد يخرج مثلا نقولوا شكاره زوز كونتينر كبيره زوز يخرجها ويتم رفعها. كي ما يهزهمش باش يولي يحط في القاع، يعني يحط في المدخل نتاع الادارات، المدخل نتاع المؤسسات، المدخل نتاع السبيطارات. وتوا هذه للمواطن باش يولي له ريسك كبير، خاصه في السخانه هذه. دونك السخانه هذه والوقت والتراكمات باش ترجع على المواطن، خاصه هذوما بلايص فيها مرضى، ناس عند ربي مريض مش يعالج في مستشفى يلقى روحه يزيد يمرض من حاجات اخرى تنجم تعديله امراض اخرى من النفايات المتراكمه. وشنو الريسك اذا تجمع مثلا برشا نفايات طبيه، اذا تجمعوا برشا في برشا في بلاصه واحده، شنو الاوبئه او الامراض اللي تنجم تنجر عليه؟ والله شوف، هما الاوبئه يعني خطر النفايات جايه من اقسام مختلفه، يوليو الاوبئه زاد بينهم مختلفه. هو نحن المشكله اللي الاقسام هذوما يجمعوا في منطقه واحده، كما قلت الزام على النفايات غير خطيره بالروائح اللي باش تصير، بالسوائل اللي تنجم تخرج من النفايات هذيا، خاطر تو من الاول باش يحط في حاويات اللي هي عازله، بعد باش يولي يحط في حاجات شكاير لبرا قطات تجي تقطع واحد وكل شيء، وبعد المشاكل نتاع الحيوانات هذوما اللي تنجم تعدي. دونك هذه حاجات ما عادش نجموا نشدوها، هذه حاجه تتخيف الطبيعه وربي يسر اللي تصير كيفها تو فيها. هو هذايا الحقيقه مظاهر ما نحبش نقوله، مظاهر تاع تخلف. اذا احنا نسيبوا نفايات الطبيه نتاعنا من غير ما معناها، اذا يتعدى 24 اور ولا 48 اور والا جمعه وما نسالوش على نفايات الطبيه ذي ماشيه، لا سي غراف، معناها هذايا تنجم تهزنا الى مشاكل كبيره. هوني تو نحبوا نجيو للاسباب. اليوم موجودين الشركات، انتوما علاش ما كومش تهزوا؟ نحن كيف حكينا عنا شهرين اللي فاتت، قلنا بعد مشاكل جائحة الكوفيد راهو صاروا إشكاليات كبيرة مع الشركات هذوما. يعني شركات منعتنا كتوانسة من النفايات هذي، يعني هما جمعت النفايات وأكثر من طاقة استيعابهم بثلاثة أربع مرات. وبعد شهر جات الدولة وقالت لهم أنت بيسكو ستوكيت أكثر من 24 ساعة عندك النفايات هذي في المستودع نتاعك انخطيك. يعني ماذا بيه تو الدولة، يعني الهيكل اللي قاعد يخطي يمشي زاد للسبيطارات ويخطيهم على خاطر عندهم اكثر من 24 ساعه اللي فيتعب في الشارع ملوحة لبرا. دونك هذوما تخطاو وليوا الشركات هذوما عندهم اشكاليه تاع خطايا كبيره، ما عادش يجموا يقدموا.
الشركه نحكيه على خطيره من اكثر من 6 مليون عديوا على المحاكم، زيد عليها وزاره الصحه مش تخلص فيها من اكثر من 7 شهور، وهم شركات صغرى وهم شركات كبار، او تبدا شركه عنده كميون وماكينه واحده ويخدم وكل شيء ويحب يتحرك ويخدم وفي مناطق كثيره داخليه يلقى روحه مش خالص 6 و7 شهور يولي انترديت شيكي على خاطر السي ان اس اي ثبت الشيك، على خاطر القباضه ثبت الشيك، يعني الدوله حبت على مستحقاتها دخلت حصبت الشيكات رجعوا للشيكات امبيي على خاطر وزاره الصحه ما حبش تخلصوا، وقعدنا هكا في الطريقه هذه. وهذه حاجه اللي من عم ناول وهما مساكن يشكيوا ويقولوا بربي خلصونا رانا وقفنا، توا جاي بعد 7 شهور ما عادش يجمو يخدموا، ما عادش عندهم حق باش يخلصوا مازوت، فما شكون اللي كمان نتاعو فكوا هم لهم الليزينغ. دونك هذه هو الحاله اللي وصلنا شركاتنا التوانسه والشركات الصغرى وصلناهم للحاله هذه. 4.8 مليون هي ديون لدى وزارة الصحة. 4.8 مليون دينار نتاع 7 شهور، وما تنساش اللي هما كي ما يمشيوش النهار يجمعوا النفايات يجيهم بيناليتي. يعني هما كي يوخروا النهار يجيهم بيناليتي، والدولة كي تقعد 7 شهور ما تخلصش. لا يكثر الهم يضحك مسالش لا غالب معناها انت دوله ما تخلصني بالضبط. اللي صار نفس السيستم اللي صار مع المقاولات، معناها في بعض المقاولات ما نخلصكش تاخذ عليا الكوسيون في تعاملي باش ناخذ المارشي هذايا، ما نخلصكش في الوقت، واذا تغيب عليا ولا اذا ما توصلش البروجي في الوقت هذاك نمشي معاك ونعطيك البيناليتي دو روتار. دونك نحن نجلسوا معاه ونلقاو حلول، راهو يلزم يصير حلول استثنائيه. اخي احكي ما تحكيوا معاه، ما قابلتوش وزاره الصحه؟ قعدنا معاه، شوف لا رانا قعدنا مع وزير الصحه وزير البيئه من العام ناول من في البيريود الكوفيد، وطلبنا نفس الطلبات، ما طلبناش حاجه جديده، قلنا خلصنا، قلنا لهم لا ابار خلصنا، اعطيني نزيد في طاقه الاستيعاب نتاعي، ما طلبت شيء، ما طلبتش فلوس، طلبنا كان نحبوا نزيدوا نجيبوا ماكينات اخرين باش ما عادش نستوكيو عندنا. باش نوليو فيسع نصرف في يعني وزاره البيئه في ساعتين ترخيص نتاعنا، نورمالمون كي قلنا الكوفيد وحل استثنائيه راهو في جمعه جمعتين خلينا ترخيص، رانا جبنا ماكينات اخرين ورانا خدمنا، ما صارش هذا الكل، القانون يقول لازم في 3 شهور وكيل حمايه المحيط تعطينا ترخيص، ما صارش، قاعدين ديما ماشي جاي ماشي جاي ماشي جاي وما فماش اخذ قرارات، وكمل جينا تو اجابه من وزاره البيئه ما ماشي الحاجه هذيك اللي طلبناها نحن. شو قالوا لكم وزاره البيئه في اجابه على مطالب؟ إجابة قال لك راهو نحن في العام هذا يعطينا تراخيص نتاع 3 شركات، يقول لي نحكوا على رواحنا، نحن 9 شركات 9 طلبنا اكستنسيون. إجا نقعدوا نحكيوا كا باغ كا، هما عم ناول في مع الوزيرة، قالوا إجا نقعدوا ونشوفوا، قعدنا ورينا شنو الحاجات اللي عندنا ووقفنا هذيك. لو فيزافي نتاعكم وزارة البيئة فقط فيما يخص الأمور الإجرائية هذيا؟ في الإشكالية هي ديما نحن ما بين زوج وزارات. في الحاجات العمليه مع وزاره الصحه، في الحاجات في الاجراءات والتحليل كل شيء مع وزاره البيئه، دونك هذه الحاجه اللي خلت ديما فما اشكاليه حتى في التواصل ديما ما بين. وشكون اللي خلصكم الصحه والا البيئه؟ الفلوس كلها عند الصحه، خاطر نخدموا عند السبيطارات، البيئه تعطينا القوانين وتنظم لنا القطاع. معنا مع ديريكت مع وزاره الصحه ولا كل مؤسسه تخلص واحد؟ هي وزاره الصحه تسيب الفلوس للمؤسسات هذوما الصحيه وهم بعد يخلصونا. شو قولك سي ولي؟ ربي يكون في العون وكها، مازال انتم اليوم في اضراب، مازال الاضراب تاعكم مفتوح؟ هو والله كيف ما ديما نقولوا راهو مش حكايه اضراب مفتوح، حكايه اعطيني فلوس خنصب مازوت ونمشي نخدم على روحي. اي ما تو انتم في اضراب؟ ما هي في اضراب، ما خلصناش ما نجموش نحركوا الكاميون، يعني ما نعاود نرجع الكاميون نتاعي من ليزينغ لا ما نخلصوا باش نعاود نرجع الكاميون المفكوك. واضح سهل العمل، معادلة سهل، اعطيني نخلص نخلص المزوط نتاعي نخدم. ياو هاو انكور اون فوا ما فماش مشاكل نتاع السكر وفارينا كهو، فما مشاكل اخرى في البلاد، فضلكم تعطينا وسعوا الفيزيون تاعكم وحتى اجتماعاتكم، راه فما مشاكل اخرى ابار الفارينا وابار السكر، يهديكم ربي. نتابعوا معكم ان شاء الله كي فما جديد نعاودوا نتصلوا ببعضنا. سيد وليم المرداسي نتقرسم باسم الغرفه الوطنيه لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجه النفايات الطبيه الخطيره.